إبراهيم القرشي. حطوا هالاسم في راسكم يا أهل عمان، كل ما يخص عالم العطور خلوا إبراهيم القرشي هني. ما يحتاج أخبركم أنا اليوم في فرعهم اللي في عمان مول. إيش السالفة مع إبراهيم القرشي؟ ركزوا معي. هيبة غير يوم تشوف واحد كاشخ تقول له هيبة، وإبراهيم القرشي دا منكم أهل الهيبة يا بولكم باقة وسموه هيبة. حاجة فخمة 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 من الآخر، ولأنكم تستاهلوا الشيء الفخم اسمعوا إبراهيم القرشي جايب لكم هايروس وجرعة فرح. هذول العطرين اللي عليهم ضجة 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 ضجة، سعرهم سابقا فوق 62 ريال. الحين لأنكم أهل الفخامة وتستاهلون، تعالوا شلوه ب 22750 بيسة. من؟ من إبراهيم القرشي. إذا بغيتم أرفع الشاشة واشتر عطر سكورا. تبغى تشتروه؟ عارفكم تبونه من إبراهيم القرشي. هذا بروحه بأربعين، نزلوه إلين 20 ريال بس. يا المخين لا يا حبيبي، هذا المسك قيمته 21، أخذه ببلاش ببلاش، الباقة كلها 22 ريال. أرفع الشاشة واشتر، أو تعال أفرع إبراهيم القرشي. مسك وعشاق المسك، مسك الهيل والرمان ومكعبات المسك، أنتوا عارفين السعر 21 وهنا كم السعر. شيلهم ب 19300 يا بلاش مع إبراهيم القرشي. عرفتوهم التباكو المجموعة هذه؟ الحمد لله أنا يابوهم 50% على كل ما موجود في المحل 50%. وإذا بتطلبون قبلنا في هذه الكمية، أرفع الشاشة ويوصلك لأي مكان. إبراهيم القرشي لا تلف وتحتار، تعال هني واللي تباه اختار. الحين إبراهيم القرشي لازم يعطوني تعويض. شوفوا كيف الضربة يا ابني، ضربة بوهي، تعويض لازم. كم نطلب تعويض؟ أستاذ موسى صباح الخير. صباح النور، حياك الله أبو حمد. هي أنت بتشلني بعدك؟ كمية مشوار بعد؟ نتشوف المشاريع، المشاريع اللي تفتح النفس. يلا كنا على الله، مستقبلنا بإذن الله. خلصنا فاطرين في هالصباح الطيب وهالأجواء الطيبة في السلام جراند، وشربنا قهوتنا وبنوريكم علوم طيبة. طبعا هذا مشروع جدا مميز، واجهة عصرية مميزة، ذا فيو سكوير. هذا المشروع الله يسلمكم عرضوا للاستثمار، اجى مستثمر واخذ هذه الواجهة المميزة، وما شاء الله خلاص 80% تم الانتهاء من العمل. محلات، مطاعم، ممشى، قريبا بإذن الله تعالى يا أهل البريمي. ما بين مجمع البريمي الرياضي وما بين الحديقة مكتب المحافظ، اعملوا هذا الممشى المميز في ولاية البريمي. ممشى بمواصفات جدا عالية، خلاص الممشى شارف على الانتهاء، كلها أيام معدودة، وبإذن الله يفتتح هذا الممشى المميز في محافظة البريمي بولاية البريمي. أكثر بنقترب من هذا الممشى. شوفوا يا جماعة الممشى واسع شرح، اعملوا الإنارات، اعملوا التشجير، اعملوا البساط الأخضر، أشجار النخيل. الجميل أن الممشى بالقرب من الحديقة، هذا كمرحلة أولى 700 متر رايح 700 متر جاي، يعني أنت تروح هذا المكان. ما بين أيضا المجمع الرياضي وكذلك أيضا بالقرب من حديقة البريمي، ممشى جميل، وتوفقوا حقيقة في اختيار موقع الممشى. وأيضا عارضين أكشاك للاستثمار، أي بعدين عاد أصحاب المحلات واللي بيعرضوا منتجاتهم أيضا الأكشاك بتكون موجودة في هذا المكان.